شكر الله لفضيلة الدكتور هذه المداخلة أو هذا العرض القيم الذي هو نتيجة دراسة واعية ومتابعة قيمة للحالة الثقافية عموما في لدى الأمازيغ. وقد كان عرضه طبعا عرض خبير، هو المتحدث من داخل هذه الثقافة والعليم بها المطلع على كتابتها، ولم يكن يستقي معلوماته عن الغير، بل إنه تعامل مع المصادر وذكر الأسماء وذكر التواريخ وذكر الأعداد. وهكذا يكون دائما حديث العلماء وحديث معصم راسخ ثابت. ولذلك حينما يأتي كلام العلماء فإنه يجب ما قبله ويلغي كثيرا من الأقوال التي ليس لها سند علمي. وحينما يكون هناك حرص على الموضوعية وعلى التزام الحقيقة العلمية، لا شك أن الأمر يبدو واقعا وجليا. هذا جزء من أمتنا، تاريخ الأمازيغ وتاريخ هذا الجناح الغربي من العالم الإسلامي. وهذا العالم الإسلامي أبدع في جهات شتى بلغات متعددة، ولكن كان الداعي دائما هو الباعث وخدمة الإسلام وتوثيق نور المحبة. لم يكتب كاتب في الشرق ولا في الغرب بقصد تفكيك وحدة المسلمين، بقصد إلغاء انتماء هذه الأمة لدينها. ولذلك يبقى أن هذه الكتابات قد كتب الفرس كثيرا من الكتابات الإسلامية في ماضيهم، وهي الآن موجودة حينما تقرؤون كشاف اصطلاح الفنون مثلا أو حتى بعض التفاسير، تجدون أن هنالك صفحات كاملة مكتوبة إما بلغة تركية أو فارسية. وهذا لا يضر، لأن هؤلاء يكتبون بالعربية ويكتبون إلى جانب العربية بلغات أخرى، والأمة تعلمت أن تتقبل هذا وتستقبل هذه الروافد الثقافية. ولكن كل ذلك يصب في مصب واحد، هو خدمة الإسلام وخدمة الشريعة وربط الأمة بدينها وتقوية هذه اللحمة. هذا طبعا حديث عالم ليس من السهل تجاوز خطابه أو كلامه، لأنه كلام كما قلت موثق. نرجو أن نتوصل إن شاء الله إلى طبع هذه المحاضرة القيمة لتكون بأيدي طلاب العلم الذين يحضرون معنا، وكلهم لله الحمد إنصات وإصرار وشغف بالمتابعة. نرجو أن نتمكن إن شاء الله من أن نضعها بين أيديهم، يطلعها المركز إن شاء الله في مدة قريبة جدا ويوزعها على الحاضرين إذا هم جاءوا من أجل استلامها. حضرت وحضرنا جميعا منذ سنة تقريبا ونصف لقاء في حسيمة، وكان أي لقاء أو مجلس دورة من دورات مجلس العلم الأعلى، ذيل ذلك بيوم دراسة حول الثقافة الإسلامية وماضي هذه المنطقة، منطقة الريف وصلتها حقيقة. حينما يصل الإنسان من العلماء وإلى الذين يكتبون عن معرفة صحيحة، يعرف أن هذه المنطقة منطقة الريف كانت مليئة بالعلماء، وأن ما ألفه هؤلاء أفذاذ الرجال كبار الذين مروا بتلك الجهة كان شيئا عجيبا جدا. وأن المذهب المالكي في الحقيقة عرف في تلك المنطقة وترعرع في شمال المغرب في هذه الإمارة التي مرت بني صالح التي كانت لها هذه الاهتمامات، وأن جزءا من تاريخنا الآن العلمي يحتاج إلى أن ننقب عنه. الناس يكتبون عن تاريخهم العلمي، يحرصون على الرموز التي تشير إلى وجودهم العلمي السابق، الأوروبيون يحيون الآن المصطلحات المشيرة إلى حضورهم إلى الأكاديمية وإلى كل المصطلحات التي تشير إلى حضورهم القديم العلماء. فالشكر للأستاذ دكتور يزيد الراضي على هذه المحاضرة القيمة، وأنا أعلم أن له مشروعا كبيرا في الترجمة و
وقد قربه لنا في إحدى لقاءاتنا بإحدى دورات المجلس العلمي الأعلى بالدار البيضاء، ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا المشروع الترجمة الذي يشتغل فيه فئة كبيرة من العلماء بنظام وبتوقيت صارم في هذه الترويدات، نرجو إن شاء الله أن يكون ماثلا بين يدي الناس، والمهم أن نشتغل جميعا، وإنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح. ما ينفع الناس يبقى في ويمكث في الأرض، ما لا ينفع الناس ما هو زبد فإنه يذهب جفاء، وإن أمتنا هذه لا يمكن أن يلغى تاريخها الطويل العريض العميق، فقط لقول قائل أو لدعوى مدعي، بل لا بد أن يعرف أن أمتنا هذه ثقيلة ثقيلة بمجدها برسوخها، هذه كتابات هذه مكتبات نرجو إن شاء الله أن ترى النور وأن يعرف بها على نطاق واسع من لم يكن يعرف ماذا يمثل هذا الجناح الغربي من العلم ومن المعرفة، فإن بإمكانه أن يعلم. إذا كان الإنسان قد قرأ الكراسة التي أشار إليها الأستاذ كراسة الجازوري، وهي كتاب كان يقال عنه إنه يضاهي كتاب السيبويه، وقد شرحه أبو علي الشلولي من علماء الأندلس، وهو كتاب نفيس في اللغة العربية، بل إنه مقدمة ذات قيمة علمية كبيرة بالنسبة للغة، ومثله كتب كثيرة. هذه الكتابات وهذه المصادر فيه الآن في حالة إلى التجلية وإلى الرجوع إليها وإلى أن يشتغل بها الباحثون ليكتب، وطلاب العلم الآن جادون من أجل أن يبرزوا هذا الوجه المشرق لأمتنا المسلمة في هذا الجناح من العالم الإسلامي. أعيد الشكر مجددا للأستاذ دكتور يزيد الرضي، آمل أن يأذن الله تعالى بلقاءات أخرى في هذه الرحال في هذا المستوى مع هذه الوجوه من أجل مدارسة موضوع علمي آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.